يلا اليوم عندنا آخر محاضرتين متبقية من أمراض الكلى اللي هن الجلوميرولونفرايتس أو الجلوميرولونفرايتس associated with systemic disease أي التهابات كبيبات الكلى المرتبطة بالمرض الجهازي systemic disease. طيب شنو هذه الأمراض اللي مرتبطة كسيستميك ديسيز، انه تعرف بالسيستميك ديسيز؟ هذان المرضان اللي مرتبطات بالجلوميرولونفرايتس. اول مرض يسمونه اللوباس نفرايتس اللي هو التهاب كبيبات الكلى او التهاب الكلية اللي هو الذئبي. يعني اكو علاقة بين مرض السيستميك لوباس اريثروماتوسيس والنفرايتس. طيب الاخ اللي هو الهينوخ شون لاين باربورا. طيب خل نجي اول مرض اللي هو اللوباس نفرايتس. تعريفه جدا مهم شباب. لوباس نفرايتس يقول لك لوباس شنو؟ ان اوتوميون ديسيز ذات تريجرز يور اميون سيستم تو اتاك يور تيشو ان اديشن تو يور كيدني. حد هنا اريدك تركز لي بهذا التعريف، انه اللوباس نفرايتس مثل ما تعرفون اللوباس او السيستميك لوباس هو مرض مناعة ذاتي جهازي، صح لو لا؟ طيب اساس هذا المرض هو مهاجمة الانسجة من قبل شنو؟ من قبل الجهاز المناعي. مثل ما تعرفون انه مجموع الانسجة تكون لك عضو. فاذا تذكرون بالسيستميك لوباس اريثروماتوسيس كان الاستهداف من قبل هذا المرض لكثير من الاعضاء، وواحدة من هذه الاعضاء التي تتأثر من قبل مرض السيستميك لوباس اريثروماتوسيس هي الكلى. لذلك نتج عن هذا الاستهداف مرض يسمى اللوباس نفرايتس. طيب يقول لك in addition to your kidneys بالإضافة إلى الكلات فاللوباس can damage your شنو brain والheart والjoints والskin والother parts of your body. هذا السطر قاعد يوضح لك أو يستذكر لك مرض اللوباس، انه الاعضاء والانسجة اللي يستهدفها بالاضافة الى الكلات يستهدف الدمار والقلب والمفاصل والجلد وكذلك اجزاء اخرى من الجسم. واضح هذه المقدمة؟ واضحة عيني؟ طيب حاليا راح نبدي ندخل بصلب المحاضرة اللي هو اللوباس نفرايتس. فاللوباس نفرايتس اللي هو التهاب الكلى الذئبي باستياجات اي مراحل. يقول لك stages of شنو لوباس نفرايتس based on the kidney biopsy. هذه الاستياجات المراحل صنفت او عبر عنها كمراحل بالاعتماد على الخزعة المأخوذة من الكلى based on the kidney biopsy. يقول لك هم now the stages or classification of lupus nephritis. The six stage or classes are based on. طيب بالبداية صنفنا المراحل أي تصنيف أو مراحل classification أو stage على اساس شنو الكيدني بايوبسي. طيب خلينا نجي نشوف هذني الست مراحل او التصانيف او الفئات بالاعتماد على شنو الكيدني بايوبسي، يعني التغيرات اللي ممكن اللي راح تصير وكذلك الترسبات من قبل الجهاز المناعي. انه من تشرح الكلى وتشتغلها بالهيستوباثولوجي، من تاخذ البايوبسي مال الكيدني تشتغلها هيستوباثولوجي راح
تكتشف هذين التغيرات اللي تصير. طيب فالبيسد البيسد اون اي الاساس لهذين المراحل اللي هو الاي والبي والسي، هذين الاساس. فشلون يجيك الام سي كيو؟ يقول لك what are the basis for classification of lupus nephritis، يعني يقول لك ما هو الأساس الذي صنف التهاب الكلى الذئبي، فأنت مطالب بحفظها. أولا أو الأي اللي هو cell change، التغيرات بالخلية، بالتحديد وين الخلايا اللي متواجدة بالكلى. مثل ما تعرفون انه اغلب امراض الكلى او اجمالا كمحاضرات اخذناها انه تستهدف لك الفلاتر وبالتحديد الجلوميرولي اللي هن الكبيبات. فيقول لك اكو تغيرات للخلية راح تصير المن للجلوميرولي للكبيبة as seen under the microscope. وين نشوفها هذه التغيرات بالنسبة للخلايا المكونة للكبيبة؟ شوفها تحت المجهر. طيب النقطة الثانية اللي على أساسها صنف أو صنفت هذه المراحل للستيج أوف لوبس نفرايتس اللي هو الإميون ديبوسيتس اللي هو الترسب المناعي. يقول لك سين اون شنو إميونو فلوريسنس، نشوفها عن طريق تقنية التألق المناعي الاميونو فلوريسنس. أما النقطة الثالثة أو السي للبيسد فور كلاسيفيكيشن أوف لوبس نفرايتس هو الإلكترونيك مايكروسكوبي اللي هو الفحص من خلال هو المجهر الإلكتروني. واضح عيني شلون قدرنا ذن السكس ستيج for lupus nephritis based on البيسد اون هنا السيل تشينز والاميون ديبوسيتس والالكترون مايكروسكوبي. واضح عيني؟ خلينا نجي نشوف ذن المراحل ناخذهن ستتين ونشوف شنو اللي راح يصير بيهم. اول مرحله الستيج الاول بالنسبه للوبس نفرايتس هو اسمه المينيمال ماسنجيال جلوميرولونفرايتس، مينيمال مازينجيال جلوميرولونفرايتس اي التهاب كبيبات الكلى المسارقيه القليل او الطفيف سمي. واضح عيني؟ التهاب كبيبات الكلى المسارقيه، والمازينجيال سميتها مسارقيه ما خليت مصطلح خلايا مسارقيه، لأن مثل ما تعرفون أنه المسرق أو المسارقي معناتها خلايا مسارقية يسمونها بالماسنجيال سيل. فتفاصيل الستيج الأول كعنوان واضح مينيمال، نو طفيف أو قليل. طيب شنو المواصفات للمينيمال ماسنجيال جلوميرولونفرايتس كستيج 1 لللوبس نفرايتس؟ يقول لك minor kidney damage، انه اكو اضرار خفيفة علما للكلى، وكذلك يقول لك no obvious other signs or symptoms، انه ماكو علامات واعراض اخرى واضحة. واضح الستيج الاول تحفظه بالاسم وبمواصفاته. واضح عيني؟ شلون يجيك السؤال؟ يريد منك اسم المرحلة من خلال الكلام المتواجد بكل مرحلة. واضح؟ عندنا الستيج الثاني ستيج 2 يقول لك الماسنجيال برولايف راتب جلوميرولونفرايتس اللي هو التهاب كبيبات الكلى التكاثري للخلايا المسارقية. اي بمعنى اخر انه التهاب كبيبات الكلى كستيج ثاني من اللوبس نفرايتس راح يشهد هذا الستيج برولايف راتب اي تكاثر المن للخلايا المسارقية. واضح يعني؟ طيب
خلنا ندخل بالمميزات مال الستيج الثاني. شلون نعرف انه هذا يدلنا على الستيج الثاني؟ يقول لك سم كلير دامج تو ذا كيدني، انه اكو اضرار، بعض الاضرار تكون واضحه بالكلى، بعض الاضرار تكون واضحه وين بالكلى. بعد يقول لك اكسترا بلاد اور بروتين ان يور يورين، يعني راح نشوف اكو دم زائد او بروتين يظهر لك وياما ويا اليورين. That your healthcare team can detect with lab test. أي بمعنى آخر، من راح نسوي تحاليل يورين، راح نقدر عن طريق تحليل اليورين نحدد وجود بروتينات وكذلك البلط بالتحديد عن طريق الميكروسكوب هنا. فالستيج الثاني إنه سام كلير دامج وكذلك blood or protein in your urine. واضح يعني؟ الستيج الثالث اللي هو الفوكال جلوميرولونفرايتس، اللي هو التهاب كبيبات الكلى البؤري. فوكال شنو جلوميرولونفرايتس؟ طيب يقول لك more damage that amounts to less than 50% of important blood vessels in your kidney. يقول لك more damage، المزيد من الضرر. The amounts اللي تصل كميته أو التعداد أو النسبة مالته إلى أقل من نشقد من 50%. فالضرر هنا راح يصير بأي أماكن، بالبلاد فيزلز، بالأوعية الدموية وين؟ بالكلى. لكن أهم الأوعية الدموية، الأوعية الدموية المهمة بالكلى راح يتم استهدافها، يعني الضرر راح يصير بيها. عندك higher amounts of blood or protein in urine، مثل ما تعرفون أن الحالة بدأت تزداد سوءا، فكمية الدم وكذلك البروتين متواجدة باليورين، لأن أصلاً صار ضرر بمن بالبلاد فيزلز، فأكيد إنه راح يصير نزف ويطلع الدم، وكذلك يصير ليك تسرب للبروتينات. possible high blood pressure، فهنا دخلنا بمرحلة إنه بسبب تأثر أو تضرر الكليتين راح يصير عندنا ارتفاع بضغط الدم. واضح يعني الستيج 3؟ طيب مطالبين بحفظهم، وما اقدر اترك شيء، هو ستيج، ما اقدر اتوقع اي ستيج يجيكم. من الثانية بدأ بالبروتين، بس انه اكو مميزات تميز كل ستيج عن الاخر. خلنا نكمل ونشوف، ممكن نعيدهن سوا. فالستيج الرابع اللي هو اسمه ديفيوج شنو بروليفراتيف نفرايتس، اللي هو التهاب الكلية التكاثري المنتشر. اي بمعنى اخر راح يصير انتشار للخلايا، بالتحديد خلايا الماسنجر سيل بالكلى. هو ما راح تظل بموقعها، لا راح يصير لها انتشار على ابعاد الكلى. فيقول لك damage that amounts to more than 50% of important blood vessels in the kidney. هنا الضرر راح يصل الى شقد ازيد من 50%. المن هذا الضرر راح يكون لأهم الأوعية الدموية. فتركز بين ستيج 3 وستيج 4 انه more than or less than، وكذلك blood or protein in urine، والpossible high blood pressure، والpossible need for dialysis as kidney stop working properly. يعني هنا راح ندخل بمرحلة غسيل الكلى.
فتحتاج الكلى انه نغسلها. السبب شنو نسوي غسيل للكلى؟ توقفها عن العمل. طيب الستيج الخامس يقول لك الميبرايناس جلوميرولونفرايتس اللي هو التهاب كبيبات الكلى الغشائي. شنو اختصاره الستيج الخامس؟ الميبرايناس جلوميرولونفرايتس اخذنا هذا المرض احد امراض الكلى صح لو لا؟ ام شنو؟ لا لا ام جي ان MGN هذا المرض أخذناه. طيب فإذا جاك سؤال ممكن فهمي إنه هل اللوبس نفرايتس يسبب لك MGN؟ راح تختاره، واضح عيني؟ أو إنه اللوبس نفرايتس إلى ارتباط ويا أمراض أخرى بأكلة إلى ويا MGN، واضح عيني؟ طيب هنشوف الميبرايناس جلوميرولونفرايتس هذا المرض انه شوف اللي راح نراجع معلوماته. يقول لك thickening of شنو important parts of the kidney، انه راح تصير اكو فت سماكه لاجزاء مهمه بالكلى. تتذكرون من اخذنا الميبرايناس جلوميرولونفرايتس ركزنا على جزء بالكلى وش راح يصير بيها؟ ها شباب ما تذكرون ولا ناسين؟ طيب راجعوها. اي ايش راح يصير بها؟ راجعوها شباب، راجعوها. فكذلك عندنا بلاد اور بروتين ان يورين، اكو دم وبروتين ويا اليورين، وكذلك عندنا possible high blood pressure، وكذلك dialysis or possible kidney شنو transplant. طيب يجيك سؤال انه اي من المراحل يتضمن زراعة كلى، فتروح تختار الستيج الخامس اللي هو الميبرايناس جلوميرولونفرايتس، واضح يعني؟ طيب عندنا الستيج السادس اللي هو الادفانسد شنو سكليروتيك اللي هو اكو تصلب متقدم صاير، مرض يسمونه الادفانسد سكليروتيك تصلب متقدم. طيب شنو مواصفات هذا الادفانسد سكليروتيك اللي هو يقول لك دامج تو مور ذان 90% اوف امبورتنت كيدني بلاد فيزلز، راح يصير ضرر لاكثر من شقد من 90% من الاوعيه الدمويه المتواجده بالكلى المهمه. يقول لك وين تريتمنت شنو از بوسيبل ماي نيد دايليسيس اور كيدني ترانسبلانت. هنا من يشخص المريض بالمرحله الساسه لمرض اللوبس نفرايتس، فالعلاج الممكن هنا هاي في حال اكو علاج، في حال انه اكو فد امل بالعلاج، فالعلاج يكون عن شقين، اما الغسيل مال الكلى او زراعه كلى، واضح؟ طيب يقول لك بلاس اذر ساينس انه اكو علامات اخرى اللي هنا يعني بلاد اور بروتين ان يورين اند هاي بلاد بريشر، واضح شباب؟ الصعوبه للست ستيجات هو باساميهن وليس بمواصفاتهن، تحفظ اساميهن عدل عندك اللي الكلام اللي تحت العنوان او تحت الاسم راح يكون سهل عليك، الاهم تركز بالعناوين تحفظها، عندك ست ستيجات تركز لي بحفظ اسمائهم، واضح يعني؟ طيب خلينا نرجع على الستيجات السته نحدد شلون تحفظ اللي بداخلهم، واضح يعني؟ عندنا الستيج الاول اريدك تحفظ لي اياهم اثنيناتهم اللي هو الماينر كيدني دامج والنو ابيرس اذر ساينز اور سيمبتومز، واضح؟ واضح يعني؟ طيب الستيج الثاني اللي هو
some clear damage. وكذلك انها اكو بروتين وبلاد. واضح يعني؟ الستيج الثالث less than 50%. وإذن ثبتهم راح تمشي عندك بكل الاستيجات اللي هو اكو بلاد وبروتين وين باليورين، وكذلك ارتفاع لضغط الدم. واضح عيني؟ طيب الاستيج الرابع مور ذان شنو؟ 50%. واضح؟ وهنا اكو امكانيه لغسيل الكلى كعلاج. واضح؟ نو دايليسيس بوسيبل نيد فور دايليسيس كدني. واضح يعني؟ طيب الستيج الخامس اول سطر اللي هو الثيكنينج شنو بورتنج بارتس اوف ذا كدني، والبقية تحفظ. الرابع تبر، الخامس انحفظ، السادس اللي هو دمج مور ذان 90%. واضح عيني؟ عيني جاس تفضل. ما يجيب لك كلمة ما صفاتك لك بس نفرة سياسة يجب أن نوجه بالنسبة للستيج يقول لك يا يعني الرقم ستيج وين ستيج 2 ستيج 3 وهكذا. هذا السؤال وممكن يريد اسم الستيج. واضح يعني؟ طيب انت عندك الاستيجات السته اللي اخذتها، الصوره اللي امامك اللي هو اللوباس نفرايتس كلاسيفيكيشن تصنيف اخر. شباب اللي يريد يقرا الصوره يقراها كيف ماشي عيني، واللي ما يريد يقراها يعتمد على الاستيجات الستة اللي يشوف اللي يشوفها أسهل إليه يقراها، يريد يقرأ الصورة يريد يقرأ الفور. واضح؟ تمام. طيب خلنا نجي للسيمتومز اوف لوباس نفرايتس. بالمناسبة هذا كلاسيفيكيشن التصنيف، التصنيف انتم برايكم هو نفس الاستيجات لو يختلف؟ يختلف لو نفسه؟ الاستيج نفس الكلاس احنا سكس ستيج اور كلاسز. شباب مصطلح ستيج مراحل هو هل نفسه كلاسيفيكيشن او كلاس؟ مراحل نفس سن التصانيف لو لا؟ نفسها؟ شنو الفرق بين الكلاسيفيكيشن والستيج؟ الستيج مرحلة تقدم المرض، يعني وين وصل المرض، يعني مرحلة كل ما تقدم كل ما تصير مرحلة أكثر شدة المرض. طيب والكلاسيفيكيشن شنو؟ التصنيف هذا تصنيف لك المرض أنواع بعد. أحد عنده رأي؟ طيب هسه احنا كم استيج عندنا؟ ستة. طيب كم تصنيف عندنا؟ لنفترض انه
الراي صحيح، في تصانيف كيف مثل والله. شلون حسبت هنا 8؟ طيب هسه هذا الكلاس اي، هذا طب بالمناسبة هاي الأرقام يونانية، خلينا نجي نشوف كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 كلاس 4 صح لو كلاس 4 بدنا كلاس 5 بعد شهدنا بيكم ما تعرفون الترقيم اليوناني او اللاتيني؟ شوف اي اثنين ايات ثلاث ايات ورا ثلاث ايات يبدي لك شنو هو في ورا الفي شيل اي في خمسة. طيب الستة شنو وينها؟ لا ماكو ست، خمس تصانيف، خمس تصانيف واضح، خمس كلاسات عندنا هنا امامكم بالصور. عندك الكلاس السادس مصنف لكلاس اس وكلاس جي واضح. طيب خلنا نسولف على المخطط اللي هو الكلاسيفيكيشن على مود يعني من باب الامانه، اللي يريد يقرا يقرا واللي ما يريد يقرا بكيفه. طيب لوبس نفرايتس كلاسيفيكيشن تصنفه تصنيفين، اما يكون اكتف نشط انه لوبس نفرايتس اواصل مرحله شنو افه متصلبه، سكليروتك شنو ليشنز افات متصلبه. طيب خلنا نشوف انه النو والياس، النو والياس، هل الميمبرينس تشينج اللي هي التغيرات اللي تصير بمن بالغشاء واصله مرحله النشاط او التصلب؟ طيب بيا مرحله نوصل مرحله النشاط والتصلب الافات المتصلبه؟ بيا كلاس بيا تصنيف، تصنيف اما السادس او يا تصنيف عفوا اما التصنيف الرابع او التصنيف الثالث واضح يعني؟ طيب عندك الميبرينوس تشينج اللي هي التغيرات اللي تصير بمن بالغشاء، اكو بيها ماسنجر هايبر شنو سيلولاريتي انه راح يصير اكو فد نشاط فرق للخلايا المساريق لو لا؟ لا ما نو ما فقط بالكلاس الثاني اكو مازنجر هايبر سيلولاريتي انه اكو فرق للخلايا المساريق واضح؟ طيب بعد انه حالة الميمبرينوس تشينج اللي التغيرات اللي تصير بالغشاء بيا مرحلة او يا تصنيف؟ بي الرابع واضح يعني؟ طيب الاميون ديبوسيت باي اميونو اللي هو ترسب المناعي اللي يصير عن طريق الجهاز المناعي بيا كلاس نشوفه بيا تصنيف؟ بالكلاس الاول واضح يعني؟ للسهولة شباب، للسهولة شباب التصنيف ترى هو نفس الاستيجات، بس أنا أنه ردت أرض الطرفين للناس اللي قالت التصنيف يختلف عن الاستيجات. طيب ما هو التصنيف أصلا هو مراحل مصنفة يعني، بس بشكل أدق أنه يشرح لك حالة الكلى إيش صاير هنا، شنو الممكن الأعراض اللي موجودة بهالمرحلة واضح شباب؟ ف
فاللي يريد يختصرها بالاستيجات الستة يختصرها، ماشي؟ بس شنو ها الاستيجات يضبطهن في حال اجا كلاسيفيكيشن، انه يعرف المحتوى اللي حفظه من الاستيجات. يعني من استيج ذكرنا انه راح يصير ميبرينوس جلومرولونفرايتس، بيا استيج بيكم شباب الرابع ذكرنا الميمبرينوس جلومرولونفرايتس اللي هو الـ MGN، فأريدك هيك تضبط راح تسيطر على الصورة بدون ما تشوفها. فمجرد بس تعرف الترقيم اليوناني أو اللاتيني، واضح يعني؟ من بعض السهولة. واضح شباب؟ خلنا ندخل بالسيمتومز اوف لوبس نفرايتس اللي هو بالاعراض مال التهاب الكلى الذئبي. يقول لك سيمتومز اوف لوبس نفرايتس تند تو ديفلوب اباوت 5 years after لوبس. شنو السيمتومز؟ فيرست ابير. اي بمعنى اخر انه سؤال شباب، السيستمك لوبس ارثروماتوسيس يجي هذا المرض قبل او بعد الكلى؟ يعني هل تصاب الكلى قبل المرض لو بعد المرض؟ ها حلو، بعد. طيب بعد بشقد؟ بكم سنة؟ خمس سنوات. واضح عيني؟ 5 years after lupus symptoms first appear. واضح عيني؟ يقول لك بطلوبس نفرايتس كان بي ذا فيرست. ممكن انه شو يجي لك يكون هو الاول. طيب شلون هو الاول؟ ان سيمتومز ذا اونلي مانيفيستيشن اوف شنو؟ سيستم لوبس اريثروماتوسيس. طيب احنا ممكن يجي بعد السيستم لوبس اريثروماتوسيس، صح ولا لا؟ خمس سنوات. طيب بيا حالة يجيك هو يكون قبل السيستم كلوباس أرثروماتوسيس؟ يجي لك بحالة وحدة. طيب شنو هاي الحالة الوحدة؟ انه يكون عرض للسيستم كلوباس أرثروماتوسيس، اي بمعنى اخر انه السيستم كلوباس أرثروماتوسيس استهدف لك فقط نسيج الكلى. فمثل بما انه استهدف نسيج الكلى فالاعراض راح تكون للكلى هي مال لوبس نفرايتس. فبهالحاله لو صار عندك لوبس نفرايتس دلك على انه انت عندك مرض اللي هو سيستميك لوبس اريثروماتوسيس. واضحه هاي النقطه يعني؟ واضحه شباب؟ طيب عندنا العلامات او العفو الاعراض بالنسبه لللوبس نفرايتس اللي هو التهاب الكلى الذئبي. عندنا حالتين بهذا كاعراض. اكو اعراض تجيك بعد ما تنصاب بالسيستمك لوبس نفرايتس، واكو يجيك لا قبل لا تنصاب بالسيستمك لوبس نفرايتس. طيب الاولى واضحه انه يجيك بعد انه بعد ما تنصاب انت بالسيستمك لوبس نفرايتس تجي اعراض هذا المرض. بعد ايش قد؟ بعد خمس سنوات من ظهور اعراض يا اعراض الاعراض الاولى لمرض السيستمك لوبس اريثروماتوسيس. طيب باي حاله يجينا يكون لوبس نفرايتس قبل السيستمك لوبس؟ طبعا انا ما مقتنع بمصطلح قبل لانه مو دقيق، انا اقول يجي متزامن. طيب شلون يجي متزامن؟ انه انت تنصاب بالسيستم كلوبس اريثروماتوسيس، وبما انه انت عندك معلومه انه مرض السيستم كلوبس اريثروماتوسيس يصيب لك اكثر من نسيج بالجسم، لكن بهالحاله راح يصيب لك فقط الكلات
الكدني، فمن راح يصيب الكدني كظهور أعراض تدلك على مرض السيستميك لوبس أرثروماتوسيس هو مرض اللوبس نفرايتس، أي الكلى تتمرض أو تصاب عن طريق السيستميك لوبس نفرايتس، وأول عرض يظهر هو يدلك على اللوبس نفرايتس اللي بدوره راح يدلك على السيستميك لوبس أرثروماتوسيس. واضحات؟ تمام. خل نجي لللوبس نفرايتس كان كوز هذا المرض، خلينا نشوف ممكن شنو يسبب لنا. والكان كوز هي نفسها السيمبتومز الاعراض. واضح عيني الكان كوز هاي؟ رجاء بين قوسين اكتب لي بصفحه وخليك ملاحظه عليها، اكتب لي عليها سيمبتومز اعراض. ماشي عيني؟ واضح. طيب اول وحده اللي هي الأديمة swelling due to fluid شنو built up in your lower body or around your eyes. شباب تتذكرون من تناقشنا وتداهرنا على السؤال الأديمة وين تصير؟ كاتبين هنا يمه in your lower body or around شنو your eyes، فإجابتي كانت واضحة من قلت لكم، تتذكرون لو لا؟ واضح هسه؟ الأدمة اللي يصير عندك بالأطراف السفلية وكذلك حول العينين بيا مرض عندك باللوبس نفرايتس وكذلك بالسؤال اللي موجود بأسئلة استعراضية. واضح عيني؟ طيب العرض الثاني اللي هو الفيفر وذ شنو نو نون كوز، انه ما نعرف سبب هاي السخونة اللي عندنا او الحمى. طيب عندنا هيماتوريا بلاد ان ذا يورين وهاي بلاد بريشر وانكريز شنو يورينيشن سبيشلي ات نايت وجوينت بين اور سويلنج وكذلك المسل بين والبروتينوريا اللي هو البروتين ان ذا يورين واتش اوفن كوز يور يورين تو لوك فورمي وريد سكين راش اون ذا فيس والويت جين ديو تو اكسس فلوت ان يور بودي. طيب اهم عرضين اريد ان شباب اريد من امك الأديمة بتفاصيلها وكذلك اريد النقطه التاسعه اللي هو ريد سكين راش اون ذا فيس. اهم عرضين شباب اعيد اللي اريدهم، النقطه الاولى اللي هي الأديمة وكذلك النقطة التاسعة الريد سكين راش اون ذا فيس. ليش اخذت النقطة التاسعة والأولى؟ انه ما دام اكو أديمة وكذلك اكو طفح جلدي احمر على الوجه فالحالة معناتها اكو لوبس نفرايتس. واضح عيني؟ واضح شباب؟ ابو شهاب اذا هاي النقطة التاسعة جانا هاي العرض نختار اللوبس نفرايتس والإكزيما صح؟ احنا موجود بالإكزيما. لا حبيبي لا مصطلح الراش الطفح، انه انت لو قال الإكزيما راح تعرف انه تصيب لك بارتات معينة من الجسم ولكن حالات نادرة انه تصيب لك الجسم كله بما فيهم الوجه، فحالات انه الفيس ينصاب بالاكزيما قليلة جدا مو مثل ما تنصاب عندك الاطراف. يعني بالتحديد انه الاكزيما اخذنا انه يصير بين ما بين الفولتس اللي هي الثنايا. طيب اوكي الثنايا بالوجه وين موجودة عندنا؟ بالعينين صح لو لا؟ صح لو لا؟ الثنايا الفولتس الطيات مو بالعينين. عافية. طيب هنا الراش سكن on the face مثل ما تعرف انه البترفلاي اللي هي دلالة على وجود شنو السيستميك لوبس أرثروماتوسيس. ليش سموه داء الذئبة الحمراء؟ بسبب هذا التركيب اللي يشبه الفراشة اللي يطلع على الوجه، هذا التركيب واضح فرق بينه وبين الأكزيما هواي. واضح عيني؟
بالخدمة حبيبي. وضحات اللوبس نفرايتس كان كوز، فكان كوز قلنا نسميها سيمتومز اعراض. واضح يعني؟ طيب يقول لك causes lupus nephritis انه التهاب، هو التهاب الكلى الذئبي. شو يسبب لك؟ يقول لك no one knows why some people with systemic lupus develop lupus nephritis، انه ما نعرف السبب ليش الاشخاص اللي عندهم systemic lupus erythematosus تتطور عندهم حالة تطلع يسمونها lupus nephritis، انه الكلى ليش تنضر يعني كسبب مناعي ما معروف. ممكن انه يعتقدون انه الاصابه بالسيستميك لوباس اللي تؤدي لك الى تطور اللوباس نفراتيس بسبب الفاميلي الباك جراوند الخلفيه مال العائله، بمعنى الجينيتك، وكذلك الانست شنو لسنتري اللي هو العرق، والميديكال شنو كونديشنز اكو حالات طبيه، واند انفيرونمنتال شنو فاكتور such as exposure to chemical or pollutants may also play a role in causing the disease. طيب هذن اللي نحتاجهن بالازرق اريدك تخلي لي عليهن مسببات etiology او causes for lupus nephritis، يعني المسببات او العوامل اللي تساعد بحدوث التهاب الكلى الذئبي، يا هن الفاميلي باك جراوند واللي مقصود بها جينيتيك، وكذلك الاسنتري اللي هو العرق، والميديكال كونديشنز اللي هي الحالات الطبيه، وكذلك الانفيرومنتال فاكتور. الانفيرومنتال فاكتور ضروري هنا تحفظونها لان اكثر من عامل بيئي، يا هن الكيميكال او البوليتانس. واضح يعني؟ واضح شباب؟ طيب سؤال، بما ان احنا اخذنا الست استياجات اكو بها فشل كلوي ولا لا؟ فالسطرين هذني اللي يقول لك lupus nephritis usually gets worse over time which can lead to kidney failure. فالسطر الأول أريدك تحفظه أنه تتذكر ببالك هذا السطر، حتى لو ما تذكر ترجمته متتذكر يريد أنه الحالة اللي ممكن يسببها للكلى هو فشل كلوي. واضح عيني؟ واضح شباب؟ يقول لك the cause of lupus in most cases however is unknown، مثل ما تعرفون ما دام مرض مناعي فالسبب غير معروف. واضح شباب لحد الآن؟ واضح شباب؟ طيب الباثوفيسيولوجي للوبس نفرايتس نقول لك الاوتوميونيتي plays a major role in the pathogenesis of lupus nephritis. طيب شلون ممكن يجيك الام سي كيو على هذا السطر؟ يقول لك بليس ا ميجر رول ان ذا باثوجينيسيس اوف لوبس نفرايتس، ايش راح تدور؟ على مصطلح الاوتوميونيتي اللي شنو هو ترجمته؟ مناعه ذاتيه. واضح يعني؟ طيب يقول لك ذا اميونولوجيك ميكانيزم انكلود، هنشوف الاليات المناعيه ايش تتضمن باللوبس نفرايتس. يقول لك include production of autoantibodies directed against nuclear elements. طيب اذا تذكرون بالسيستميك لوباس ارثروماتوسس انه قلنا الجزء المستهدف من الخليه هو الجزء النووي، صح لو لا؟ طيب من قبل منو راح انه يتم استهداف النيوكليار الجزء النووي من الخليه؟ من قبل اجسام مضاده ذاتيه يسمونها الاوتوانتيبوديز. واضح؟ فاللوبس نفرايتس نفس الحالة للسيستميك لوباس ككوز اميونيتي. واضح يعني؟ طيب يقول لك the characteristic of the شنو نفريتوجينيك
autoantibodies associated with lupus nephritis are as follows. هنا يحتاج من يمك حفظ انه تحفظ الاجسام المضادة الذاتية autoantibodies المرتبطة بمن؟ باللوبس نفرايتس. شلون اخذنا بالسيستمك لوبس اريثروماتوسس اكو اجسام مضادة ذاتية تظهر لنا؟ بالنسبة للباثوفسيولوجي كل اللي اريده من يمك تعرفه انه المناعة الذاتية راح تلعب دور بالتسبب بمرض اللوبس نفرايتس. طيب بما انه اوتوميونيتي فهنا راح نبحث على الاجسام المضادة الذاتية اللي تهاجم الجزء الخلوي النووي النيوكليار. طيب تذكرون من اخذنا محاضرة في السيستميك لوبس اريثروماتوسس مو حفظنا اجسام مضادة ذاتية وسميناها باسامي اختبارات اللي هن اندرجن تحت الـ ENA اللي هو الاكستراكتبل النيوكليار، صح لو لا؟ الاي ان صح لو لا؟ واللي يضمننا الانتي سميث والار والال اي صح لو لا؟ واخذنا الار ان بي كذلك اخذنا جي او سلاش ما اعرف 70 ما ادري ايش قد ذني اذا تذكرون الاوتو انتيبادي وقلنا كل واحد يطلع وين بيا مرض يشارك ويساهم ويامه صح لو لا؟ فالحالة هنا لوبس نفرايتس مشابهة لمن للسيستميك لوبس اريثروماتوسس. هم لازم نتعرف على الأجسام المضادة الذاتية المتواجدة وين باللوبس نفرايتس. خلينا نجيهن واحد واحد نفصلهن ونشوفهن، واضح عيني؟ طيب أول أجسام مضادة ذاتية راح تستهدف الجزء النووي النيوكليير أو النيوكليير إليمنتس اللي هو الأنتيجين سبيسيفيتي دايركتد أجينست شنو؟ النيوكليوسوم or double stranded DNA. عندك أجسام مضادة ذاتية راح تستهدف لك الجزء النووي اللي هو الحمض النووي DNA اللي يكون double strand مو single strand double strand. شو يسمونه anti double strand DNA antibodies cross react with the glomerular basement membrane. انه هذا الانتي دبل ستراند دي ان اي راح يروح يتفاعل او يتقاطع ويامه ويا الغشاء القاعدي للكبيبة الكلوية. هذا الحكي هوسه تشوفه لا تحفظه، كل اللي اريدك نقطة رقم واحد تعرف لي اكو اجسام مضادة ذاتية يسمونها الانتي دي اس والدي اس معناتها دبل ستراند اي مزدوج الجديله هيك انتم تترجمونه هو معناته خيطين من الدي ان اي. خيطين يعني شنو؟ شريطين من الدي ان اي. واضح عيني؟ جسم المضاد الذاتي الاول المتواجد بالباثوفسيولوجي للسيستميك العفو لللوبس نفرايتس واضح. طيب كذلك اريدك تركز للنقطه الاولى ها عيني وين الانتيجين؟ طيب انت برايك هي اجسام مضادة ذاتية مو راح تروح تستهدف اكو اي وين هاي الموجودة الانتيجينات؟ يعني انت انا بس اريدك تفهمني شويه. انت مو قاعد تقرا انتي دبل ستراند دي ان اي؟ طيب شنو هو الانتي؟ الانتي مو مصطلح بالضد؟ انتي ضد ترجمته ضد. طيب هنا الانتيجين يا هو الانتيجين الحمض النووي والدي ان اي راح تستهدفها اجسام مضاده، فالانتيجين هو الدي ان اي هنا، لذلك يسمونه انتي يعني بالضد من احنا مو قدنا يستهدف العنصر النووي صح لو لا؟ طيب احد العناصر النووية بالخلية يا هو
مو الدي ان اي، مثل ما قلنا انه الدي ان اي ممكن يكون سنجل ستراند وممكن يكون دبل ستراند، صح لو لا؟ صح. هنا اول واحد راح يستهدفه يا هو ابو الدبل ستراند، واضح؟ واضح. اريدك تركز لي على شغله بالنقطه الاولى، انتيجين سبيسيفيتي شنو هو؟ دايركتد اجينست شنو؟ نيوكليوسوم. طيب هذا الانتي دبل ستراند دي ان اي ايش عده؟ عده سبيسيفيتي، خصوصيه، خصوصيه، مصطلح سبيسيفيتي خصوصيه. واضح يعني؟ واضح شباب؟ منين لكم؟ منين لكم يريد الانتي دبل ستراند دي ان اي؟ من مصطلح السبيسيفيتي. واضح يعني؟ طيب النقطة الثانية اللي هو الهاير افينيتي، ومصطلح الافينيتي معناته الالفة، الالفة، الفة، اكو اكو الفة عالية لمن؟ للاوتو انتيبوديز، اجسام مضادة ذاتية عندها الفة عالية، ما يفروم شنو؟ انترا فاسكولار اميون كومبلكس، انه بداخل الاوعية الدموية مش موجود معقدات مناعية تمتلك ألفة عالية لمن؟ للأوتو أنتيبوديز which are deposited in شنو؟ glomeruli. أي بمعنى آخر أنه الأجسام المضادة الذاتية راح ترتبط ويا أنتيجينات، هاي الأنتيجينات وين موجودة؟ بداخل الوعاء الدموي، من راح ترتبط راح تتكون لك معقد مناعي بداخل الوعاء الدموي. واضح عيني؟ أعيدين هالنقطة الثانية أنا متكون أدق عندكم وأوضح. الجسم المضاد الذاتي موجود وين؟ داخل الأوعية الدموية. طيب بعد شنو الموجود ويا الجسم المضاد؟ أنتيجين راح يرتبط وياه، إيش راح يكون لنا؟ معقد مناعي. هذا المعقد المناعي وين تكون وشكل؟ داخل الوعاء، العفو، داخل الوعاء الدموي. ماشي عيني؟ واضح عيني؟ واضح ابو شهاب. طيب كاتيونيك اوتو انتيبوديز هاف ا هاير افينيتي فور ذا انيونيك جلوميرال بازمنت ميمبرين. طيب شباب سامعين بمصطلح الكاتيونات والانيونات؟ كاثود بالكيمياء، كاثود معناته كاثود وانود، سالب وموجب. لا قاعد اسولف لك كاتيونات وانيونات بالكيمياء، رحم الله والديك جاسم. طيب تعرفون يا هن الكاتيونات ويا هن الانيونات؟ القضيه مال الاستقرار مال الخليه كقضيه املاح الى اخره، مسيطر عليها شيء يسمونه الالكترولايت، الشوارد، صح لو لا؟ طيب من هذن الشوارد مو اكو جزء يسمونه الكاتيونات واكو جزء يسمونه الانيونات؟ لو انا غلطان؟ طيب يا هو الموجب ويا السالب، الكاتيون موجب لو الانيون سالب لو بالعكس؟ حلو. طيب من يعطيني مثال على الكاتيونات الموجبة والأنيونات السالبة اللي تجعل عملية التوازن متبادلة كمحيط خلية وداخل الخلية؟ ما ماخذين تحليل الكالسيوم، صوديوم، كلوريد، مغنيسيوم، ماخذين ذن التحاليل بالكيمياء؟ ها عيني؟ الالكترولايت، الالكترولايت هو نفسه ينقسم كاتيون انيون. ها املاح، وهاي ما دام هيك تعرف الاملاح هاي. طيب اعطيني مثال على واحد موجب واحد سالب
عناصر سالبة موجبة. المغنيسيوم يكون موجب. ها طيب اعطيني واحد سالب. السالب مثل الكلور. الكلوري. هلا سهلها سي ار. الصوديوم سالب. طيب وضحت عندكم هاي العملية الكيميائية؟ وضحت هاي سؤال في الكيمياء؟ طيب شنو رابطها هنا أنا بالموضوع؟ رابطها أنه أكو جزء موجود بداخل الخلية وأكو جزء خارج الخلية. الجزء اللي يكون خارج الخلية يعتبر كاتيون. كاتيون هذا الكاتيون راح يرتبط به جسم مضاد، جسم مضاد ذاتي. واضح عيني؟ عن طريق هذا الارتباط راح يصير ألفة إلما للآنيون، وعن طريق هذا راح يخترق ويدخل بداخل الخلية. من راح يدخل بداخل الخلية يستهدف يا جزء منها الجزء النووي، صح لو لا؟ واضحة؟ واضحة لحد هنا؟ طيب أنا ما أريد هذا الاستهداف مال الجزء النووي، هاي السالفة أنا ما أريدها هنا. أنا هسه اللي أريده من يمك أنه تفهم شلون عبر للكبيبات، شلون عبر للغشاء القاعدي للكبيبات الكلوية، هاي الأسامي المضادة شلون تواجدت لك بالجلوميرولار بلازمت ميمبرين. وصلت لك عن طريق شيء يسمونه الكاتيون والآنيون، اعتبار واحد موجب وواحد سالب. شو يصير بيناتهم؟ مو عملية تجاذب لو أنا غلطان؟ فهاي الآلية، هاي الآلية اللي من خلالها الأوتو أنتيبوديز وصلت للجلوميرال بازمت ميمبرين. واضح لحد هنا؟ واضح. طيب أنا دلني قاعد أشرحهن، بس أنا متأكد لا النقطة الثانية تجي ولا النقطة الثالثة، بس إنه أنا من باب الأمانة قاعد أشرحهن. طيب النقطة الرابعة خلي لي عليها مهمة جدا، بالإضافة إلى النقطة رقم واحد. واضح عيني؟ واضح شباب؟ النقطة الرابعة عندنا أجسام مضادة ذاتية، يقول لك أوتو أنتيبوديز أوف سيرتين أيزوتايب. أيزوتايب اللي هن شو يسموهن؟ الأنماط المتشابهة، أي بمعنى مشتقة. إميونو جلوبولين يا هو الأي جي، الأي جي، لكن يا أي جي، أي جي جي 1 وأي جي جي 3، تحفظ لي إياهن. الأي جي جي 1 والأي جي جي 3 وين موجودات؟ باللوبس نفراتيس. شنو وظيفتهم؟ ينشطن نظام المتممات. واضح لو عيد هالنقطة الرابعة؟ واضح؟ واضح؟ البقية ما مو مهم، ما يجيكم. هو صح بتفاصيل انه راح احد يقول لي ليش عبارتها، بس هي ما راح تجيكم كباثوفيسيولوجي. اللوبس نفرايتس نسيت النقطة مالتها شنو؟ يعني النقطة الرابعة واضحة، مصطلح الايزوتايب سموه سب ديفايد او شيء مشابه او شيء مشتق من شيء رئيسي. فعندك الاوتو انتيبوديز اكو اجسام مضادة ذاتية، اي بمعنى اميونوغلوبولين، اميونوغلوبولين ايزوتايب. يعني شنو عندك الاي جي؟ الاي جي جي راح يطلع من يمه ايزوتايب يسمونه اي جي، اي جي جي 1، وايزوتايب اخر يسمونه الاي جي جي 3. ذن المشتقات منين؟
بصورة رئيسية من الـ IgG. طيب ذني راح يطلعن بيا مرض، يطلعن باللوبس نفرايتس، شو يسوون؟ شنو وظيفتهم؟ ريدلي اكتيفيت كومبليمنت، انه بكل سهولة راح تنشط نظام المتممات. واضح يعني؟ واضح شباب؟ بالخدمة. نجي للدياجنوسيس اوف لوبس نفرايتس. يقول لك the diagnosis of lupus nephritis شنو depends on blood test. اريدك تحفظ لي اياهم ذني الخمسة. اريدك بالبداية تحفظ لي شنو يا هي يا الرابعة. لا حجي هي اهم وحدة، بعدها اتركها مو حاجة ما نحتاجه، هو بمعلومات قيمة كتكملة للإميون باثوجينيسيس، بس كامتحان ما راح يجيب لك من يمها، ما يقدر يصغ لك سؤال من يمها كامل 100%. ماشي؟ طيب عندنا الدياجنوسيس اوف لوبس نفرايتس، كل اللي اريده من يمك تحفظ لي ذني الخمس نقاط. شلون تحفظهن؟ انه اكو اختبارات دم بلاد تيست، كذلك اكو تحليل الماء لليورين، وهسه نجي تفاصيله مهمه نحتاجها، بس بالبدايه اريدك تحفظ لي اياهم هيك. اكو بلاد تيست، اكو يورين، شنو يورين؟ يورين لايسيس، وكذلك الاكس رايز، الاشعه، والالترا ساوند سكان اوف ذا كيدنيز، وكذلك الكيدني بايوبسي. واضح يعني؟ هيك تحفظ لي اياهم ذني الاختبارات التشخيصيه او قضيه الدياجنوسيس فور المن اللوبس نفرايتس. طيب خلينا نجي لليورين لايسيس، تحليل اليورين. انه اريد ليش خليته مهم؟ انه العرض اللي اي متلازمه راح تطلع لك بسبب اللوبس نفرايتس، انفرايتك، نفرايتك مو نفروتك شباب، نفرايتك. واضح عيني؟ نفرايتك. قلك انفرايتك بيكتشر سايتومز اوف شنو نفرايتك. فاذا جاب لك انه اي من الاعراض كمتلازمات تشبه اللوبس نفرايتس، يا هي تروح تختار النفرايتك شباب. واضح؟ يقول لك is found on the red blood cell cast، وكذلك red blood cells on شنو بروتينوريا is found. واضح يعني؟ ايش تطلع لنا يا متلازمة؟ يا متلازمة كلوية تطلع لك نفرايتك. طيب شلون نفرايتك؟ من اسم الموضوع نفرايتس، نفرايتس، لوبس نفرايتس. واضح شباب؟ يعني بكل سهولة ما اريدك تنساها، من اسم المرض لوبس نفرايتس يعني نفرايتك سيندروم، نفرايتك سيندروم. واضح يعني؟ واضح شباب؟ التريتمنت ما نحتاجه بالنسبة لللوبس نفرايتس. لحد هنا خلصت محاضرتكم. احد عنده سؤال استفسار؟